القضية ديال المديمي، احنا كنا قمنا بواحد الشكاية ضد المديمي ديال التقرير السنوي اللي كان نشرو في المواقع ديالو، في المواقع ديال البوليزاريو، وكانت استعنت به الوزارة الخارجية الأمريكية في التصنيف باش يصنفوا بزاف الحوايج في البلاد ديالنا. فاحنا قمنا بالشكاية وكانوا استمعوا لنا الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، وكذلك حتى هو بالدور ديالو استمعوا ليه. وراه كان السي هرواك، الأستاذ هرواك، كان هو دار نفس الشكاية ديال التقرير السنوي، وراه كانوا تقدم معاه، وكاين وقيله عنده جلسة لما أظن 18/12 في محكمة مراكش. وحنا كذلك غادي نتابعوه عن طريق محامي المعروف، دابا نعطيكم الاسم ديالو. فالحمد لله الإجراءات غادي تكون في إطار الشفافية، حنا ما خصو تفتح تحقيق. ودابا أنا ما شفتش الخبرة، سمح لي بزاف، ولكن مادام القضاء قال الكلمة ديالو، الخبرة خرجت بأنه ماشي ولده، راه ماشي ولده. وأنا كنظن السي الميلودي، كنحيوه من هذا المنبر هذا، ما غاديش يكون هو ماشي شي صغيور، هذه الولادة كبيرة على هذا الشيء. ما كنظنش كاع هذا الملف غادي يخليه يبقى يدور، لأن كان شكون اللي كان شاعل هذه الفتنة بعض المواقع ديال التواصل الاجتماعي الغير قانوني. انا دائما تنقول لان اللي تيخدم بالقانون راه تيخدم بالقانون، كيجيو تما. انا راه مش حضرت واحد المره تما، كل واحد جايب تليفون، كل واحد جايب بحال كيصوروا البحر ولا كيصوروا شي حاجه، ما كيجيوش يضامنوا. هذوك ما كيجيوش يضامنوا، كيجيو باش يطلعوا المشاهدات. ولكن بعض المرات باش كيطلعوا المشاهده كيسبوا الميلودي، شويه يسبوا المراه ديالو، شويه يسبوا. خليوا الملفات اللي تيكونوا في القضاء معروضين على القضاء، خليوه للقضاء. فهي الخبره، ويمكن اللي بغى يطعن فيها يعاود يطعن فيها، عنده الحق. الا ما عجبوش هذاك الشيء يمكن ما يطعن، كاين اجراءات. الكلمه الاخيره تنوجه واحد الانذار يعني لهاد اصحاب القنوات اللي داخل في المغرب ولا اللي خارجين عن المغرب، خصوصا اللي خارجين من المغرب، باش يتقوا الله، بان راه كاين غتكون عليكم مذكره بحث وطنيه ودوليه، وان شاء الله باذن الله انا كنوعدكم بان غتحاكموا في مدينه السلام. لانكم نتوما عرفتي هذا الدور اللي كديروا نتوما، كتحرضوا على الارهاب، وكتحرضوا على انقلاب في البلاد. يعني نتوما ملي كتقدروا واحد الصور ديال جلاله الملك في هذيك الشاشه الاولى، تدخل جلاله الملك الكذوب، ملي كتدخل كتلقى الكذوب. اذا نتوما تبغوا تطلعوا هذوك لي في ديالكم بواحد ضد واحد المؤسسة اللي هي ملكية مثلا أو أمنية أو قضائية. فهاد الشيء كله حنا دابا راه اليوم كنا عند السيد وكيل الملك، وكنا ناقشنا هذا الموضوع. دابا اللي كاين هو أننا حنا كنجمعوا دوك لي فيديو ديالهم، داك القرص الأقراص المدمجة، باش غادي يتفرغوا. وإن شاء الله كاينين اللي غادي نديروا لهم مازال الشكايات، ودابا تنفرغوا هذوك الأقراص المدمجة، لأن خصنا كل حاجه نديروها، لان كياخذ واحد الوقت اللي طلعناه مثلا للبوليس ولا الدرك الملكي، كياخذ ليهم 90 ساعه 100 ساعه، وهما عندهم بزاف ديال الخدمات. احنا اليوم خدينا على عاتقنا باش غادي نفرغهم عن طريق عون قضائي، وغادي نشدوا المحاضر، وان شاء الله اللي باقي ما درناش به شكايه ان شاء الله غادي نقدموا به شكايه، وغادي يدار عليه مذكره وطنيه ودوليه. وهذا كيفرحنا، لان السيد الدخيسي هو المسؤول على المكتب الوطني للانتربول، وقال بكل صراحه بان غادي دار اجراءات خارج الوطن. وهذا راه ماشي كلام ديال واحد بوليسي ولا كذا، هذا كلام ديال المسؤول، الكلام ديالو كله راه مسؤول به هو. يعني كاينه اجراءات كدار، وهذا الشيء اللي كنا تنطالبوا به حنايا. وتحيه للمركز القضائي ديال سيدي قاسم، وديال الفرقه الوطنيه، والمخابرات المغربيه ديالنا اللي كتفرحنا، واللي المغاربه كلهم فرحانين بها. تنشكرهم من هذا المنبر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.